اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدي جريدة المساء والجمهورية اونلاين. تغطية اخبارية جديدة وموضوع جديد وغريب من نوعه فريد من نوعه. من فترة من الفترات لقينا قمر، حكاية قمر هي اشهر بائعة مستحضرات تجميل وادوات تجميل، اتشهرت في بولاق ابو العلا منذ فترة وجيزة. وجدنا نسبة اقبال عليها عالية جدا، نسبة كبيرة وتوافد كبير من الجمهور عليها، براندات على الرصيف. المعروف انه الناس دايما الناس اشهر الميك اب ارتست لما يجوا يتكلموا على براندات زي هدى بيوتي وزي فيت مي وزي براندات زي ماك مثلا، فولر مار وغيرها من البراندات العالمية، لما تبقى موجودة هنا في بولاق ابو العلا باسعار من 30 ل 40 جنيه يبقى موضوع فعلا يثير الجدل. حبينا بس نرصد لحضراتكم نسبة الاقبال. من فترة قمر ما كناش بنعرف بقمر، دلوقتي قمر بقت حديث، الصفحات والجرايد موجودة في كل مكان، بقينا نسمع عنها لدرجة ان احنا بيقولوا لي دي اشهر بائعة ادوات تجميل في بولاق ابو العلا. بيرفيوم، مونيكير، بادي لوشن، نسبة كبيرة جدا من التوافد عليها. زحام غير عادي. قمر طبعا قمر مشغولة مع الزباين، بس احنا بنرصد لحضراتكم مشهد. اصبحت قمر دلوقتي اكثر اشهر بائعة براندات وادوات للتجميل الاشهر في مصر. سان بلوك وبراندات عالمية، فاونديشن، ماسكارا، قمر زي قمر معانا، هتكلمنا ايه حكاية البضاعة بتاعتها وهتشرح لنا القصة بتاعتها ازاي وايه الاسعار وايه البراندات الموجودة وايه سر الانخفاض في الاسعار، الانخفاض الملحوظ. احنا شايفين بيرفيوم اصبحتي اشهر بائعة مستحضرات تجميل ومكياج فاونديشن بادي لوشن، كل حاجة وراء انخفاض الاسعار يا قمر. التجار من كتر الاسعار اللي انا بقولها قالوا مفيش شغل، والزباين انا ما اقدرش ازعلها، رفعوا الاسعار بس هي نفس الاسعار، ولا عمر ارفع جنيه ولا عمر انزل جنيه ولا عمر اي حاجه، ونفس الاسعار هي. كلميني الاول، عرفي الناس الاول بنفسك مشاهدي جديده المساء والجمهوريه اونلاين، عرفيهم بنفسك وعرفيني انت ابتديتي المهنه دي من قد ايه. انا اسمي قمر وبقالي 5 سنين في الشغلانه دي، انا حباها غوياها. واحده 57 جنيه الاسعار مش هتلاقوا زيها تاني. عرفينا لو ده سان بلوك، ده سان بلوك عامل 400 جنيه ب 40 جنيه عندنا. تمام. عندي قلم الروز زي كده ب 20 جنيه زي ما انت شايفه، البرنيكه كانت صحيحه. ايه السر ان هو ب 400 جنيه بقى ب 50 جنيه؟ ماشي ب 40 جنيه مش ب 40 جنيه، ده بقى واقف ممكن عشان الكرتونه زي ما انت شايفه كده مقطوعه عامله مش ماشي معايا هم، عشان هم بيبيعوه ب 400 جنيه.
طبعا هو مش ماشي معاهم، انا ماشي اي حاجه. ليه؟ عشان الشعب المصري بتاعنا غلبان وما ينفعش. من اول اول عندي الفونديشن عامل 50 جنيه ب 20. لا يا عصر. عندي المسكره دي عامله 750 جنيه ب 25 جنيه. عامله 25 جنيه. افرجك المسكره مكثفه تتني وتتفرد. بصي المسكره ما يكون انت عايزه تكثفي الرمش تتنيه، بتتنيه زي ما انت شايفه كده مكتوب عليها ب 25 جنيه. بتكثف بيها شنط. فين يا شنط؟ مش عارفه انا بعد كله عليها، ما عنديش حاجه من دي. ما في ناس بتقول انها مضروبه، يعني انت عارفه ان انت بقيتي مشهوره دلوقتي على السوشيال ميديا. الزباين جربتها بتجربها تجيلي من اخر بلاد المسلمين، عايزين بدل الواحده بياخدوا خمسه وسته وسبعه، مش واحده، خمسه وسته وسبعه. عندي رجات على جميع الالوان ب 20 جنيه. اذا مسكره وروج كلورمان ده ب 20 جنيه، ده ب 20 جنيه، ب 20. عندي الاي لاين ضد الميه ب 25 جنيه. زي ما انتم شايفين كده الروج ضد الاي لاين ب 25 جنيه. اي لاينر ضد الميه ب 25 جنيه. تغسلي وشك تعملي زي ما هو. عندي برفان زي كده ب 40 جنيه برضه مستورد ب 40 جنيه. يعني ممكن بتكون البرفانات مش نظيفه مثلا ب 40 جنيه. غطاها مش موجود ب 40 جنيه. تمام. عايزه الكولكشن اللي وراكي ده. عندي بادي لوشن زي كده ب 35 جنيه. ريحه وجمال وتحفه. امي 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 اهو خدي امي 40. امي بصي دي برضو عامله 40 جنيه برضو على حلاوتها على جمالها. دي هو لا ده برفان فاكتوريا ب 40 جنيه. بصي اصلا دي عامله 60 جنيه فيها 6، يعني الواحده عليكي ب 10 جنيه. طريقة صلاحيتها ايه؟ عليها وكله عليها ب 60 جنيه. ما بجيبش اي حاجه للزبون، لازم اجيب للزبون اي حاجه حلوه عشان يروح ويجي. حبيت اجي جنب قمر علشان الزحمه. مريم زي 35 جنيه تاخدي الشاور تدينيها تخلي جسمك ريحته تحفه 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 تحفه. ب 35 جنيه. المكان يا جماعه بولاء ابو العلا خلف وكاله البلح. برايمر عامل 20 جنيه. برايمر عامل برايمر لوريال. البرايمر ده ب 20 جنيه ولا تمن اي حاجه ولا التلت ولا الربع ولا اي حاجه. الناس عايزه تشوف الكود والناس عايزه تشوف تاريخ الصلاحيه. تاريخ الصلاحيه مكتوب عليه وكل عليه ب 20 جنيه. جماعه الناس بتتكلم عن المنتجات ان هم بيعملوا سكان للكود لان المنتجات العالميه علشان تقدري 35 جنيه يا بلاش. بعد من حاجات من ماي واي لفيكتوريا سيكريت لجدايل جودين. لا الاسعار دي لازم اجيب حاجه نظيفه وحاجه غاليه، واهم شيء الزبون يبقى ماشي من عندي مرضي. ممكن ما يقلعليش ربع جنيه بس اهم شيء الزبون يبقى فرحان ومبسوط عندي اهم من اي حاجه. جماعة تتكلموا معانا عن في الجريدة معانا عن المنتجات دي. أنا قايلة إن أنا بس السيرم عامل 50 جنيه. السيرم دوت عامل 450 جنيه. تاريخ الصلاحية عليه. سيرم بشرة عامل 50 جنيه تاريخ الصلاحية عليه وكله عليه. وير الصلاحية ده ب 50 جنيه. تحفة تحفة تحفة. تمام احنا بنرصد مع حضراتكم المنتجات. براندات فعلا من بيرفيوم ل فاونديشن ماسكارا
ب 40 جنيه الواحده، ب 40 جنيه الواحده على جميع الاشكال وعلى حلاوتها وعلى جمالها، وترش وتجربي وتحطي كل حاجه قبل ما تمشي، كل حاجه جميله جدا. تمام، صباح الخير يا شباب. اتفضلي عرفيني بنفسك. منار. اتفضلي يا منار. عرفيني بنفسك يا منار، قولي لي ايه سر التواجد هنا؟ وهل فعلا البراندات عالميه؟ في ناس كتير بتتكلم عنها مضروبه مش مضروبه؟ لا هي مش حكايه. انا اسمي منار، تمام، 20 سنه. ايه؟ منار مش رن. منار بس. انت عايزه بقى تعرفي ايه؟ هو انا موجوده هنا عشان الحاجات بس رخيصه وجديده. المسكره دي نوعها؟ لا هي مش هي ماستر لاش دي الجديده. هي عندنا احنا في شبرا ب 75 جنيه تقريبا، بس انا شايفاها هنا ب 25 جنيه، فمش عارفه بقى لسه هجرب يعني. بس هي باينه عليها جديده ما اتفتحتش. لا لا، تاريخ الصلاحيه اهو لسه قدامها بتاع سنه ونص يعني، سنتين. تمام، اوكي. فاونديشن، بيرفيوم، حاجات كتير. هل فعلا قولي كلمي للناس وقولي لهم المسج ان الحاجات دي مش مضروبه مش منتهي. لا هي الحاجات دي مش مضروبه ومش منتهي الصلاحيه، بس هي الفكره ان هنا رخيصه شويه عشان اللي هو بتبقى استخراج بواقي المحلات وكده يعني. زي هنا التيشيرتات برضو رخيصه، بس بيبقى فيها مثلا قطع صغيره ممكن تداريها الكلام ده يعني. بس تابعينا بس مباشر على طول. انا عايزه اتكلم. انت بتشتغلي مع قمر صح؟ ايوه. قولي لي بقى، على فكره هنا المكان ضلمه، ممكن تيجي هنا عشان الاضاءه؟ لا. قولي لي انت اسمك ايه وبتبيعي مع قمر؟ اسمك ايه؟ اسمي جانا حمدي. جانا حمدي. ليه جانا الحاجات دي اسعارها رخيصه؟ عشان حاجات مستورده بواقي اجنبي. تمام. نسبه الاقبال عليكم عاليه؟ تبقى في نسب اقبال عاليه؟ ما فيش غير عندنا برفان هو ب 70 بس. تمام يا حبيبتي، شكرا. ما زلنا متواصلين مع حضراتكم. تروحي هنا تيجي هنا. بتتكلم على بارفانات ب 70 جنيه؟ ب 20. ده عامل 70 جنيه مثبت. جميل 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 جميل. هتجربيه وترشيه قبل ما تمشي، وهتمشي من عندي مرضيه مبسوطه جدا، واللي انت عاوزينه والمكان مكانكم والحاجه حاجتكم. بقالك قد ايه يا قمر في المكان هنا؟ بقالي 5 سنين والحمد لله بالحب. الناس كلها بتحبك من احترامك، من ادبك، من كلامك. طول ما انت واقفه ب 100 راجل تعرفي تشتكي مع اي حد، تعرفي تقفي خلاص، ما حدش يقدر يكلمك. 35، ما حدش يقدر يكلمك عشان انت واثقه من نفسك ان انت ب 100 راجل. هو انا اعمل لك ايه؟ انت واقفه في السوق، انت واقفه في الشارع. لا مش عيب، مش عيب ان انا اقف في السوق وفي الشارع طول ما انا واثقه من وقفتي. واقفه انا واثقه، انا عارفه انا واقفه ازاي. خلاص. اذا انت بتقولي للناس انها لا بضايع مضروبه ولا منتهيه الصلاحيه؟ لا لا لا، ولا عندي حاجه مضروبه ولا عندي حاجه منتهيه الصلاحيه. اهم شيء الزبون يبقى ماشي من عندي مرضي وفرحان. انا ابقى فرحانه زياده 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 اما انتوا تبقوا ماشيين من عندي مرضيين وفرحانين ومبسوطين، وتوصلوا بالف سلامه. انا بشكرك جدا يا عمر، كنت موجوده معانا في جريده الجمهوريه والمساء. احب اشير بس على حاجه، ان اي حاجه من البراندات العالميه دي بيبقى ليها كود. الكود ده بتعملي سكانر على الكود ده علشان تعرفي اذا كانت المنتجات فعلا مضروبه منتهيه الصلاحيه، علشان تعرفي اذا كان مضروب او لا، اذا كان هو البراند ولا لا. بتعملي سكان على الكود من الخلف اللي احنا وريناه لحضراتكم، وبتعرفي اذا كان البراند ده هل هو نفس الكود ولا لا، كود الشركه المصنعه ليه ولا لا. كل منتج من المنتجات دي خصوصا اذا كانت براندات عالميه بيبقى ليها كود خاص بيها اسفل المنتج او على العلبه الخارجيه للمنتج. فانا بشكر حضراتكم، كنتم متواجدين معانا في تغطيه وبث مباشر لقمر بائعه ادوات التجميل، وحابين ان احنا نرصد لحضراتكم برضو اراء المواطنين يعني. شباب، حد هيشارك معانا في الجريده؟ شاركي معانا. سلام عليكم. شباب، حد هيشارك معانا في الجريده؟ كلام يا ناس.
اشاركي معاكي. اشارك معاكي ليه؟ الجريده بس مباشر. لا ماما اساليها. تعالي تعالي. مين هيشارك معانا يا جماعه في الجريده؟ تمام، بشكر حضراتكم حسن المتابعة والاستماع، وتابعونا مزيد من اللقاءات، مزيد من التقارير، مزيد من المتابعات الإخبارية. أحب أكرر الأمر دلوقتي بعد الأشهر في بيع الأدوات التجميل والميك اب، وفي بعض الشخصيات الأخرى التانيين حواليها في بيبيعوا برضو ميك اب، وهنتكلم معاهم ونتعرف برضو على المنتجات وسر الانخفاض الملحوظ في اسعار المنتجات. مساء الخير، عرفينا بنفسك. انا ام كريم بتاعت المنتجات. ام كريم، قولي لي يا ام كريم، ايه بقى المنتجات اللي عندك واسعارها ايه؟ لسه في شغل انا هحطها برضه، في شغل لسه هحطه لسه تاني. طيب تمام، كلميني بقى عن حاجه عندك كده. انت عندك اي شادو واي لاينر والحاجات دي بكام؟ عرفيني بقى. بصي بقى، اسعار متخفضه كلها، يعني عندي الكريم دوت بجميع اشكاله وانواعه وماركاته عامله كلها عامله 50 جنيه ماشي، وروجات ب 10، اي علبه اي شادو ب 50، فاهمه؟ اي واحده منهم اي لاينر او اي شادو ب 50 جنيه. ايوه. وعندي البلاشرات هنا، البرش والحاجات دي بكام؟ ب 10. وعندي برضو مصححات حواجب. طب ايه السبب وراء الانخفاض ده؟ ليه الحاجات دي اسعارها؟ هل هي مثلا مده صلاحيتها قربت تنتهي؟ هل هي مثلا في اسئله كتير قوي بتيجي؟ لا، الحاجات دي احنا بنجيبها بقى من المحلات، يعني احنا مثلا بنجيب الحاجات مخفضه شويه من المحل عشان دي بواقي، فبنبيعها طبعا للزبون اقل من المحل بكتير يعني، فاهمه؟ في حاجات لسه برضه انا لسه هحطها، بس هي البلديه ايه مخلينا شلنا الحاجات يعني. يعني انت متواجدين هنا على طول؟ من كام سنه بتنتهي المهنه دي؟ انا بقالي دلوقتي ازيد من 10 سنين وانا شغاله الشغلانه دي. وصلنا لختام متابعتنا مع حضراتكم، ان شاء الله مزيد من المتابعات الاخباريه. كانت معكم هايدي شتات من جريده المساء والجمهوريه اونلاين من بولاء ابو العلا، وبنرصد بعض المنتجات والاسعار الزهيده، براندات عالميه على الرصيف. شكرا ومزيد من اللقاءات، مع السلامه.